انطلقت اليوم جلسة الحوار الفلسطيني الثانية لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس وبحث ملفات تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من العمل في قطاع غزة. وأكدت حماس وفتح أن ملفات المعابر وتمكين الحكومة والأجهزة الأمنية ستكون من أولويات نقاش الجلسة الثانية، مشيرين أن الأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات أمس ستتواصل. كانت حركتا فتح وحماس قد تقدمتا في بيان مشترك بالشكر والامتنان للقيادات المصرية لرعايتها جهود إتمام المصالحة التي بدأت أمس في القاهرة.